قرار مجلس الوزراء السعودي يقضي بصرف مبلغ نصف مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 130 ألف دولار أمريكي، لذوي المتوفى بسبب فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، سعوديا أم غير ذلك، على أن يسري هذا القرار اعتبارا من الثاني من شهر مارس الماضي، وهو التاريخ الذي يصادف تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في السعودية. إن هذه المكرمة الملكية ما هي إلا تقدير لجهود وتضحيات العاملين في القطاع الصحي العام والخاص من الجيش الأبيض، وما لا شك فيه سوف تعطي الدعم المعنوي والأبوي لمن هم في الميدان الآن لبذل المزيد من الجهد، وهم يعلمون أن خلفهم قيادة عظيمة. العاملون في القطاع الصحي يرون في هذا القرار تقديرا لجهودهم وتضحياتهم وتخفيفا على ذوي المصاب وحافزا لهم كعاملين ومباشرين للتصدي لهذا الفيروس كخط دفاع أول. الشكر موصول إلى المقام السامي لخادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة وعلى هذا الدعم المعنوي لأبنائه العاملين في القطاع الصحي حتى يستمروا بتقديم الخدمة المطلوبة والخدمة الكبيرة لجميع المرضى وبالخصوص مرضى المصابين بالكورونا في أثناء هذه الجائحة. بدوره ثمن وزير الصحة هذا القرار من الحكومة السعودية وشموليته لكافة شرائح العاملين في القطاع الصحي، وأنه استمرار للجهود المميزة التي تقدمها السعودية منذ بداية الأزمة. الإنسان أولا، هذا هو مضمون الالتفات الإنسانية التي تود الحكومة السعودية إرسالها، فلينم جنود الصف الأول في معركة كورونا قريري العين كون ذويهم بأيد أمينة. حمد المحمود، سكاي نيوز عربية، الرياض.